حول الموضوع تنضم لنا الدكتورة رويدة إدريس استشارية تغذية. دكتورة مساء الخير، أهلا بك معنا. حمية ساندريلا أو تحدي ساندريلا وهو ضرب قياس طول بنفسه وتقسيمه على رقم 18، يعني بحسب متابعتك لهذه ربما الحمية والحميات الأخرى، ماذا تعني حمية ساندريلا بالتحديد وماذا يعني هذا الضرب والقسمة والقياس بالتحديد؟ أهلا بك أول شيء وجميع المشاهدين. طبعا الحمية هذه الهدف منها أنه يكون وزن الشخص أقل من الوزن المثالي، يعني الوزن المثالي ما بين 18.5 لغاية 25 أو لغاية 24. هذه المفروض أنه توصلي لأقل من الوزن المثالي، يعني تكوني 18. وطبعا هذا غير منطقي لأنه أساسا يعني سندريلا هي شخصية كرتونية من رسم فنان، هي ما هي شخصية موجودة في الحقيقة، وأكيد حتى الشخصية اللي تطلع التلفزيون بتكون خاضعة لحميات معينة، لعمليات معينة، بتكون لابسة مشدات معينة تديها شكل القطرة النحيل، زي عارفة دول حقون ذهبة مع الريح والأشياء هذه، القصر شفتي قد إيش بيكون بيشدوه لفترة فقط علشان يلبسوا الفستان حق سندريلا ويطلعوا. نعم. طيب الهوس الذي يمكن أن يصل بشخص أن ربما يخاطر بصحته، قلتي بأن هذا ليس صحي، هذا الشيء ليس صحي، الوصول إلى ربما نسبة أقل من الوزن المثالي أو الوزن الطبيعي للجسم، المخاطر التي يمكن أن يصل بها أن تصل ربما إلى صحة الشخص الذي يمكن أن يصل إلى هذه الحمية أو أن يقوم بهذه الحمية وأن ربما ينجح في ذلك يخفض الوزن بشكل كبير في مدة قصيرة، كيف يمكن أن يؤثر به؟ مضبوط، حيكون في عنده نقص في جميع العناصر الغذائية وأهمها الفيتامينات، وخصوصا الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي لها علاقة بالعظام، لها علاقة بالمناعة، لها علاقة بالحالة النفسية، هذه كلها بتبدأ تتأثر وبيصير الشخص عصبي، بيصير عنده ضعف عام على طول، بيمرض وعلى طول بيتعب، نتيجة إنه هي يعني عملية التجويع ما توصل لمرحلة النحافة دي أو الهزل هذه الا لما تعمل عمليه تجويع للجسم. ويا لطيف يعني بتكون النتيجه عكسيه، وانا دائما بقول لا تطالعوا على المشاهير او الفنانات او الفنانين، لانه هذا بيكون وقت الفيلم احنا ما احنا شايفينهم بين الافلام او في حياتهم الطبيعيه كيف بيكون جسمهم، فهذه من الاشياء الخاطئه اللي طيب. جدا خاصة المراهقات. قبل الحلقة أنا كنت في بث مباشر مع الفيسبوك مع المتابعين وطرحت هذا الموضوع، وربما طرحت عليهم حتى الطرق التي يتبعونها للوصول إلى وزن يعني ربما أقل أو لتخفيض الوزن. كان هناك شبه إجماع دكتورة على موضوع المشي وعلى التخفيف من الأكل وعلى شرب الماء بشكل كبير، هل هذا جيد؟ هل هذا صحيح؟ أنا وعدت بأني سأنقل الموضوع إلى اختصاصية. هذا جيد جدا، وهذا اللي الكل بيتكلم فيه وبيقوله لما تكلميهم بالمنطق، لكن لما تيجي للتطبيق وللواقع هتلاقيهم أبعد ما يكون عن هذا الشيء، وتلاقيهم دائما بيدوروا على الحميات اللي بتكون سريعة وبينزل فيها الوزن بغض النظر صحية أو مو صحية، تلاقيهم بيتبعوا الحمية اللي تنزل لهم وزنهم. شكرا لك على هذه المداخلة الدكتورة رويدة إدريس استشارية تغذية، كنت معنا عبر الهاتف من جدة، شكرا لك.